بدأت محال الألبسة النسائية في السودان وفي مناطق الجنوب بشكل خاص بدأت ببيع ثوب للنساء حمل اسم أوكامبو نسبة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو. ويتراوح سعر زي أوكامبو بين 50 إلى 500 دولار ومعظمه مصنوع في سويسرا حيث تصدر أكثر من 80% من قماش التوب إلى السودان. واعتادت السودانيات إطلاق أسماء عدة على التوب تماشيا مع الأحوال الاجتماعية والسياسية في البلاد كتوب الإنترنت ونايفاشا. عمر حسن بشير ما رح تعجبه بس لأنه كان بطلع له توب يعني في الختام.